السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحشتونا جدا من الأسبوع اللي فات لغاية النهاردة. طبعا احنا كل حلقة بنقدم الجديد، وبقالنا كذا حلقة كده بنقدم في مشاكل وقواضي، فالنهاردة بقى ايه حلقة فيها هدوء شوية، هدوء نسبيا. وحلقتنا النهاردة فيها مفاجأة، فيها فقرة مفاجأة. طبعا الفقرات النهاردة تعتبر مختلفة شوية عن نمط البرنامج، علشان يعني ما تزهقوش مننا كتير. جات لنا أسئلة كتير قوي على صفحة البرنامج بقواضي كتير ومشاكل كتير، بس طبعا علشان البرنامج برنامج اجتماعي فقررنا ايه نغير شوية. هنبدأ نقول بسم الله الرحمن الرحيم بأولى فقراتنا النهاردة. معانا شيف فاطمة محمود. فاطمة مصطفى برضه مفيش فايده، فاطمه محمود اللي في البطاقه. اهلا بيكي يا حبيبتي. فقره المطبخ، وفقره المطبخ حضرتكم عارفين طبعا معانا ان هي فقره ثابته في كل حلقه نظرا للاقبال الشديد عليها. منوراني. اول مره تطلعي صح؟ اول مره اطلع على الهواء. ولا يعني عملتي برامج تانية ولا؟ لا ما عملتش برامج خالص، انا اصلا عشان القناه عندي. احساسك ايه بقى؟ لا هو كده احساسي مختلف يعني، في القناه بسجل وكده، فلا الوضع مختلف خالص على الهواء. تمام، انا مش عايزاكي تبصي للكاميرا خالص عشان ما يبقاش فيه لخبطه او كده. خليكي بصي لي، هتحسي ان احنا اتنين اصحاب مع بعض، فما تقلقيش خالص. قولي لي بقى، من ساعه ما جيتي عماله بتوضبي في حاجات وقلتي لي هتعملي سندوتشات احلى من بتاعه بره. يعني احنا بنحاول في البيت نوفر طبعا، البيت انضف طبعا. الميزانيه بره يعني السندوتشات بره ميزانيتها عاليه على البيت. تمام. هنعملها في البيت، هنعمل سندوتشات الفرايد تشيكن او سندوتشات كنتاكي اللي كلنا بناكلها بره، هنعملها في البيت وبتكلفه اقل من بره وكمان جوده اعلى، عشان انت في البيت بتستخدمي بقى عارفه انت بتحطي ايه والخامات اللي بتستخدميها ايه. تمام. فهنحقق يعني ان شاء الله المعادله النهارده ما بين السعر وما بين ان احنا نعمل حاجه جودتها كويسه في توفير البيت. طبعا طالما الاكل البيت بيبقى انضف بكتير، ما فيش مقارنه بين اكل بره وطبعا واكل البيت. قولي لي، انت عندك قناه على اليوتيوب؟ عندي قناه. اسمها ايه بقى؟ اسمها ملح وسكر فاطمه مصطفى. فاطمه مصطفى، امال فاطمه محمود ايه؟ مش عارف. مش عارف. طيب ما علينا. إيه عندك صفحه على الفيسبوك؟ عندي صفحه موجوده. اسمها ايه برضو؟ ملح وسكر فاطمه. ملح وسكر. بتقدمي بس وصفات اكل؟ وصفات اكل اللي هي بامكانيات البيت العاديه المتاحه في اي بيت، يعني من غير ما ان احنا نضيف على نفسنا تكلفه عاليه. فبحاول ان احنا نبسط الوصفه يعني بقدر الامكان عشان تبقى مناسبه لكل امكانيات البيت. تمام، خلاص هسيبك بقى تبداي شغلك، وعايز سندوتشات كده كتير طبعا علشان الستاف كله يدوق من اكلك. تمام، ربنا يوفقك. هسيبك بقى تبداي الفقره بتاعتك، واحنا نطلع فاصل ونواصل بقى بقيه فقراتنا ان شاء الله.